اسو وبدايه كده بتشوف ازاي النهارده الزمالك يقدر يستفيد من العيوب اللي موجوده في النادي الاهلي، يعني ابرز العيوب اللي موجوده في النادي الاهلي وازاي نادي الزمالك يقدر يستفيد منها. خلينا نقول ان الاهلي مع كولر دلوقتي لعب 4 مباريات، 2 دوري 2 افريقيا، ظهر فيهم ملامح لطريقه الاهلي الهجوميه والدفاعيه. أيوه. وبدا بالتالي الاهلي بيطبق ضغط عالي في كتير من الاحيان، وكمان بيطبق ضغط عكسي بحيث ان الاهلي اول ما بيفقد الكوره في نص ملعب الخصم بيحاول يرجع يسترجعها تاني، وناجح الى حد كبير جدا في تطبيق الضغط ده. ولكن بيحصل ان مع الانجراف احيانا في الضغط بالرباعي الهجومي ومن تحتيهم الاثنين الديفندرات سواء حمدي فتحي والسولية او حتى لو كان ديانج موجود، بتتخلق مساحات في نص ملعب النادي الاهلي، فبيحصل فيه فجوه كبيره جدا يقدر الفرقه الثانيه تستغلها. فالفكره كلها النهارده ان الاهلي لما بيضغط عالي وما عرفش يجيب الكوره، الريسك بتاع الضغط ان انت بتطلع فيه مساحه بتتولد في ظهرك. أيوه. وفي نفس الوقت حتى لو الاهلي ضغط احيانا بتنجح الفرقه اللي قدامه تطلع بالكوره وتشكل خطوره وفجوه كبيره جدا في نص ملعب النادي الاهلي. لو رحنا شفنا الحالات هنشوف ازاي كمان دي نقطة الزمالك يقدر يستغلها من النادي الاهلي، ده اللي هو ضغط النادي الاهلي بالظبط. مباراة النادي الاسماعيلي الاهلي طالع ضغط 6-6 مان تو مان غالبا، قدر يجيب الكورة من النادي الاسماعيلي. تعال نشوف حاجة تانية من ماتش اسوان، ضغط عكسي، كرة اتقطعت من النادي الاهلي، اسوان بيبدا هجمة مرتدة، بص منظر رباعي من النادي الاهلي لعيب اسوان استرجع الكوره. طيب. فبالتالي الكوره الاهلي اخذها في نص ملعب اسوان، ما بقاش بقى في مساحات في ظهره، والكوره الاهلي كمان اخذها اكرم توفيق كمل، بقت فرصه للنادي الاهلي برباعي هجومي موجود في نص الملعب. اذا الاهلي هنا ناجح جدا انه يطبق ضغط عالي وضغط عكسي. تعال نشوف بقى الزمالك بيطلع ازاي بالكره قدام سيراميكا ودور محمد اشرف رؤى. سيراميكا بيضغط، بص رؤى دايما هتلاقي الراجل الحر في نص ملعب الزمالك هو اللي بيقرب سند، هترجع تاني الرؤى اللي عامل مباريات كبيره جدا الفتره الاخيره، بيغير الملعب ناحيه اليمين ناحيه الشمال، الزمالك على طول امام فتوح طلع الزمالك بالكوره. فبص بقى الحاله دي مقارنه باسوان ضد النادي الاهلي. الاهلي بيضغط عالي، لعيب حر واحد اهو على الشمال وواحد على اليمين في نص ملعب الاهلي، بس 1 2 3 4 5 7 اهلي وفي 2 من اسوان فاضيين. هيستلم لعيب اسوان الاول الكوره، هيلف بيها هتروح لعماد فتحي في نص ملعب النادي الاهلي، مشابهه جدا لامام عاشور، وكان اللي جاي ده فتوح علي فتحي راح، وبص الهجمه كملت. فبالتالي اسوان قدر يطلع من تحت ضغط النادي الاهلي، الكره هتروح لنص الملعب هتفضل تدور، بص بقى نص ملعب الاهلي هيرجع يقابل تاني. ايوه. بص واحد كمان اهو هتتخلق له مساحه، هيبدا يستلم الكره هيسند على زميله، كمان واحد في ظهر حمدي فتحي وإلي دانج اللي كانوا احيانا بيقفوا الاثنين على خط واحد، فبالتالي في مساحه في ظهرهم. طيب. لازم وانت بتضغط واحد يرحل عن الثاني بحيث ان يبقى عامل عمق في دفاع النادي بس الأهل. انت هل تتوقع ان كولر يلعب النهارده بنفس الشكل؟ اعتقد ان هو هيضغط عادي جدا بنفس الطريقه بنفس كل حاجه، ولكن فكره الضغط لازم الاهلي النهارده ما يضغطش بالسداسي، يعني لو حمدي فتحي والسوليه، السوليه ضغط يبقى حمدي فتحي يقف في ظهره عشان المساحه اللي بتتخلق دي، وكل مره بتتخلق ايه اللي بيحصل؟ يا اكرم توفيق يطلع يقابل، يا علي معلول يطلع يقابل، فالكره تتلعب في ظهرهم فتتخلق المساحه دي بسبب الخلل اللي حصل من بداية سلسلة الضغط.